بالنسبة لزيت الزيتون، أول حاجة هو من المنتوجات الخاضعة لمنطقة السوق بتاع العرض والطلب، وهو منتوج معناها لتحديد الأسعار وحددها منها السوق وفيها منها هامش حر. يبقى لابد من حماية التعامل فيها في الأنشطة الفلاحية هذه، حمايتها من المتدخلين اللي هما عادة ما يدوا من سلك التوزيع اللي يكون غير مراقبة، والترفيع معناها في الكلفة متاع المنتوج هذاك بصفة عام. فبالتالي احنا كمنظمة عندما نتدخل للحد أو للتصدي لكل ما من شأنه أنه من الناس يدخلوا في المجال متاع الترويج متاع المنتوج الفلاحي ويرفعوه، وبالتالي يستفادوا هم. لا يستفاد الفلاح اللي هو مباشرة تعب وأنتج وكل، وما يستفادش المستهلك اللي هو الحلقة الأخيرة. هذاك علاش احنا دائما منها كمنظمة في كل المنتوجات نتصدى، وبالتالي دائما نتوجه لوزارة التجارة وكل الإدارات اللي معناها الرقابية اللي يهمها الأمر، لمن أجل معناها مزيد تجديد الرقابة على كل هذه المسالك والتصدي للمتدخلين هذوما اللي هم عادة منها يدخلوا ويضاربوا ويرفعوا في المنتوج. بالنسبة لزيت الزيتون، أول حاجة سعر الأسعار اللي هي بدأت من بداية شهر نوفمبر ما هيش هذاك هي السوق الحقيقية والأسعار الحقيقية، لأنه هذاك مازال في البداية نتاعو ما يسمى بالزيت النضوح ولا الإكسترا فيرج، واللي هو ماهوش السعر المحدد للسعر الحقيقي. منتظرين أنه في خلال شهر ديسمبر وجانفي أنه ستتراجع هذه الأسعار، وهذا بالتجربة مقارنة بالسنوات الفارتة. دائما البداية تكون عملوا كذلك انطلاق في حدود 18 و19 و17، ثم في بعض ما ننزل إلى 13 دينار و14 دينار. بالتالي معناها السوق وحده بشي يتكيف. ثم كذلك رأينا أنه الدولة عن طريق معناها ديوان الزيت اللي هي التدخل اللي ممكن فيه ترشد تعدل هذه الأسعار، أن ديوان الزيت معناها يبيع كميات من الزيت بأسعار معناها مدروسة، وهذاك باش يجبر معناها بقية يعني المروجين زيت زيتون على أنهم يعدلوا في الأسعار نتاعهم حتى تتماشى مع معناها الطاقة الشرائية ومع السوق.